ممكن ما يتحملش. برضه هنجربه بنديهم الحاجة الخفيفة الأول. اطلع الزرزة يا خالد. عاملين ايه يا جماعه؟ زي ما عودناكم كل يوم في جديد، ما تنسوش الاشتراكات واللايكات، عايز الفيديو ده يوصل لاكبر عدد من الناس. طبعا بما ان انا رحت اول امبارح او اول حسب ما الفيديو هينزل عندكم لناس صحابي وحبايبي في العجمي، فطبعا حليت لهم كلب من عندهم، فقال لك لا ازاي انت جيت عندنا وحليت كلب، لازم نجي لك ونحله برده كلب من عندك. فكده كده عشان الناس دي حبايبي وبتاع، فقلت لهم تعالوا اتفضلوا، فجايين ان شاء الله عشان يحلوا كلب، وهنشوف اذا كان هيحلوا الكلب ولا مش هيحلوا الكلب. مين الناس ديت؟ عمرو السلام وخير الطيب وصاحبه اللي بيتعرض على طول. طبعا انا عندي كلبين، في واحد لسه كنت انا مشغله شراسه حلو ما بيتلمس بالايد، هنطلعوه ده الاول ونشوفه الدنيا، وبعد كده نطلع لهم الكلب الثاني نشوفه وضعهم ايه. طبعا برده مش هنحط ايه عليهم على الحام، يعني مش هنطلعه زلزال، لان الزلزال ده لو برد ها مسك مش يلا بينا. ده بس يا ابني طبعا ده روي، ده اللي لسه شغال، بس الكلب برضه في شويه رجوله اللي هو برضه ايه ممكن ما يتحملش. برضه هنجربه بنديهم الحاجه الخفيفه الاول. يلا اقعد له اقعد اقعد اضربها ليه؟
هيعرف. يلا بينا تعالى سلم. سلم تعالى. أنا بعيد يا جدعان أهو. تعالى يلا بينا. أنا بعيد. تعالى أهو. سلم عليا. تعالى وسلم عليا. سلم عليا. سلم عليا. عملنا عليك خطة. سلم عليا. سلم أهو. كابتن مش عايز الأمان خلي بالك كفاية. تعالى سلم عليا. انت تحل يا ابن المدرسه. هايده كمان اهي مجهزه على الجواز هايده في اهي زي ما انت شايف تعال يلا باين كده جسم الكلبه Woo!
روبي روبي تعال. خلاص اتحرك كده ولعبها كده. هي مش متدربه خالص صح؟ لا لا لسه صغيره. يعني بس عايز اقول لك اما بشخط فيها ولا اقعد تقعد. سيبه يا ابني قلت له بتاعك ده واحد خد خد